السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ميدو بيقول لك سقطة جديدة للاتحاد الأفريقي بالسماح لمدرب مشارك في البطولة بسحب القرعة، أول مرة تحصل في التاريخ. طبعا الكلام ده كله ميدو بيتكلم او زي ما بيقولوا ماشي كده على نفس النهج اللي بيقوله عادل ابو جريش نائب رئيس نادي المريخ السوداني بعد وقوع المريخ مع الاهلي والهلال وصن داونز في نفس المجموعه الاولى. لكن ميدو يعني انا مش فاهم، ميجو تفاجئ بوجود موسيماني في القرعه اللي هو يسحب القرعه. الكاف اعلن يوم 26 وقلنا الكلام ده قبل كده، الكاف اعلن ان هيكون ضيف شرف واللي هيسحب القرعه هو الاخ بيتس موسيماني. ليه ميدو ما اعترضش قبلها؟ ثم ان القرعه اللي النادي الاهلي وقع فيها اسمها مجموعه الموت، هل هي مجامله للنادي الاهلي لما يكون النادي الاهلي وصن داونز والهلال والمريخ؟ عارفين صن داونز ومبارياته مع النادي الاهلي شكلها ايه؟ عارفين النادي الاهلي ومبارياته مع الهلال السوداني اخر مره، والبعض الاعلاميين او اشباه الاعلاميين هيجوا الاعلام السوداني ازاي بمحادثات واتساب ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن الكابتن صدقي حماده صدقي اللي كان مدرب الهلال وقتها. وشفنا في اخر ربع ساعه الجيش السوداني نزل الارض عشان يحمي لعيبه النادي الاهلي. يعني لو انا قاصد كنادي اهلي احط نفسي في المجموعه دي، مجموعه زي عمري ما هعملها بالشكل ده. ثم انت بتتكلم على اساس الكور معروفه، يعني مكتوب عليها صن داونز مكتوب عليها، ولا في كور سخنه وكور ساقعه؟ يعني انا مش عارف يعني. لكن ميدو كنت فين من يومين لما هو الفكره ان انت بتعترض ازاي واحد بيلعب ما انت عارف النادي الاهلي موجود؟ ها والكاف يعني كنت وقتها اقول لا مش عايز بيتس موسيماني، لكن لما حصل افتكرت. ولا لما عادل ابو جريشه بتاع المريخ نائب رئيس نادي المريخ يتكلم افتكرت يا اخ ميدو؟ ناس بتتكلم عن مباريات الهلال والمريخ هيتلعبوا فين، بعض يعني سرح بخياله وقال لك هيتلعب في مصر، لا مش هيتلعب في مصر. بعض بيتكلم على ان نادي الهلال بيتكلم على انه ممكن او المريخ ممكن نلعب في اوغندا او كينيا، البعض بيتكلم على اثيوبيا قريبه. يعني هنشوف الاخوه في السودان سواء الهلال او المريخ هيختاروا اي ملاعب سيلعبون عليهم او عليها مبارياتهم ان شاء الله بعد قرار الكاف طبعا بعدم السماح للمنتخب السوداني او الفرق السودانيه بخوض مباريات على ارضها بسبب ان معايير الاتحاد الافريقي لا تتفق مع ملاعب او ملاعب السودان لا تتفق مع معايير الاتحاد الافريقي. كان اداهم مهله والمهله دي انتهت يوم 20 ديسمبر الجاري، وكده بنسبة 90% الهلال طلع بيتكلم احنا نفذنا الاشتراطات الخاصة بالكاف على ملعبنا حوالي 90% وممكن نلعب على ملعبنا، ده كلام نادي الهلال. لكن بنسبة كبيرة المباريات هتكون خارج السودان، لكن فين حتى الآن لم يتم تحديد الملاعب. بالنسبة لمرتضى منصور، مرتضى منصور النهاردة تقدم بأوراق ترشحه، هنتكلم عن النائب بتاعه مين هو، النائب مصطفى هدود، ونكشف افكار مرتضى منصور. يعني مرتضى منصور وجه الشكر لهاني العتال وحسام المندوه، ليه بقى؟ هل عملوا انجاز؟ لا، لانهم ما ترشحوش في الانتخابات. قال لك لانهم احترموا نفسهم وما نزلوش الانتخابات. ليه هو اللي بينزل الانتخابات ما يبقاش محترم؟ يعني لو واحد فكر انه ينزل الانتخابات امام مرتضى منصور مش هيبقى محترم. طبعا القايمة بتاعت مرتضى منصور هنجيلها دلوقتي. رجع في كلامه مرتضى منصور واعلن ضم اللواء علاء مقلب بعد ما قال ان انا مش هرشحه او مش هخش معاه للانتخابات. لكن قبل ما نيجي للقايمة وكلام مرتضى منصور ورد حسين لبيب، قال لك ممدوح عباس بيقول لك لم ولن احاول ان اتعرف على اي قوائم اخرى غير قائمة نادي الزمالك، هي القائمة الوحيدة التي تتبنى مفهوم جديد ورؤيه. هي القائمه بتاعت هو بيدعم قائمه احمد سليمان يعني. اما ما يتصور البعض بان قائمه فالقائمه لا تستاهل حتى التعليق عليها، القائمه الثانيه يعني اللي هو بتاعت مرتضى منصور لا تستحق التعليق عليها. مرتضى منصور هاجم طبعا عمرو اديب واحمد موسى، انتوا فين؟ وعمرو اديب عمال تقول يا سياده الوزير في مخالفات، هي فين يا ابني المخالفات؟ وهاجم طبعا كريم حسن شحاته واحمد درويش لما اتكلم عن ان احمد سليمان هو صانع الفريق كره قدم في نادي الزمالك الحديث
وكلام من هذا القبيل. انت مين يا ابني وانا عارف ان بتقول كده لصالح مين؟ كريم حسن شحاته؟ اقول لك احترم نفسك يا كريم حسن شحاته. ودخلنا تاني في قصص عمرو اديب وشهوبير واحمد وكريم واحمد موسى وكريم احمد. واجه كلمتين على هامش تقديم، والنهارده اخر يوم اللي هو الثلاث، يعني اخر يوم في انتخابات نادي الزمالك تقديم الاوراق الترشح. كلمتين كابتن محمود الخطيب قال لك انا الحمد لله كسبت القضيه بتاعت مرتضى منصور ساب القذف بتاع مجلس اداره نادي الزمالك، وانا بمد ايدي للكابتن محمود الخطيب عشان خاطر مصر، وبعلن ان انا بتنازل عن 16 قضيه ضد محمود الخطيب ومجلس ادارته. محمود الخطيب عايز تتصالح معايا اهلا وسهلا، ما انتش عايز بقى تتصالح معايا انت حر، انت جربتني في المحاكم عامل ازاي، اختار بقى اختار، يا تتصلح يا اما انت عارف انا اعمل نفسك، هقول اللي انا نفسي واطلع، وانت عارف محاكم انا ما خدش حاجه، البراءه يا ابو الحاج جاهزه، وتقول لي كاني وماني وكلام من هذا القبيل. لا 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 مرتضى رجعنا تاني، ورجعنا تاني تاني. مرتضى منصور بقى بيحذر كل الناس اللي داخله انتخابات نادي الزمالك، بيقول لك انتوا بقى هتمشوا محترمين هحترمكم، مش هتمشوا محترمين انا كرئيس مجلس اداره من حقي ان انا امنع حد من الترشح يعني، لكن انا جديده دي جديده، رئيس واحد داخل في الانتخابات والمفروض ان في ازمه ومجلسه انتهى يوم 30 نوفمبر، لكن يقول لك انا لا يا عم الحاج انا زي الفل وانا مكمل، واللي عايز يخش هدخله واللي عايز يخرج اخرجه من الانتخابات، وكله بايده وكله بمزاج يعني. مرتضى منصور اتكلم عن احمد جلال ابراهيم وبشكره على الفتره اللي فاتت، واعلن تعيينه رئيس للشؤون القانونيه بنادي الزمالك متطوع، وقال ان الطعن اللي تقدم به ممدوح عباس عن خبرتنا الزمالك ملوش اي 30 لازمه ولا يصلح حتى للطعن على حديقه حيوان، هكذا قال مرتضى منصور. يعني مين بقى اللي هو مصطفى هدهود نائب مرتضى منصور او نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك؟ اللي هو مصطفى هدهود كان محافظ البحيره السابق، مش بس كده، ده كان نائب رئيس المخابرات الحربيه ومستشار وزير الانتاج الحربي ومجلس رئيس مجلس اداره مركز البحوث والتصميم والتخطيط، وبعدها عضو عام للشركه القابضه لاسرائيل، لكن حصل على مجموعة من الأنواط الواجب العسكري بس كده هو. وتعايزين حاجة تانية أكتر من كده بقى ولا إيه؟ طب قائمة مرتضى منصور ضمت مين؟ مرتضى منصور رئيس، مصطفى هدهود اللي هو يعني على منصب النائب، ضمت خالد لطيف منصب أمين الصندوق، وأحمد مرتضى منصور واللواء علاء مقلد ومريم نصحي وسليمان وهدان والنجم جمال عبد الحميد، تم مكافاته على هجومه. الاهلي ما عجبنيش، الاهلي رماني وبسان سيد جوهر واحمد دعبس ومحمود طه اعضاء تحت السن. احمد دعبس ده له علاقه بعائله دعبس اللي هو دعبس اسمه لاي دعبس، اتصالحوا في الاونه الاخيره يعني. مركز التسويه اصدر قرار بخصوص انتخابات نادي الزمالك، والقرار النهائي بعد ما تقدم بالطعن ممدوح عباس، قال لك تم الاعلان الرابع من يناير جلسه لنظر الدعوه المقامه من ممدوح عباس يوم 4 يناير، يعني بعد تقريبا اسبوع من الان. الدورة الودية لنادي الزمالك لكأس الإمارات اتلغت، يعني كانوا مبسوطين هيلعبوا اندرلخت في مباراة ودية وبازل ما بقاش فيه ودية، وقال لك مرتضى منصور جه وعدل البنود، وقال لك الفرقة اعتذر، اندرلخت وبازل اعترضوا بسبب أو يعني اعتذروا بسبب فيروس كورونا. هنا السؤال لرابطة الأندية، طبعا أنتوا كنتوا مربطين أموركم، الزمالك استأذن منكم عشان الدورة الودية، هل ممكن تقدموا موعد بقى مباريات الرابطة كأس الرابطة قبل يوم 12، تبدأوها قبل يوم 12 عشان تنهوا خلال فترة أمم أفريقيا، لأنكم حددتوا بعد 12 وقلتوا هنكمل شهر 6 القادم يعني نصف النهائي والنهائي يعني مثلا، يا عمنا حاج عامر ولا الدنيا هتمشي إزاي؟ كلام أي كلام فارغ بخصوص النادي الأهلي ولجنة التخطيط وموسيماني، وإن لجنة التخطيط بتوجه لوم لموسيماني بخصوص ميكيسوني، وبيقول لك موسيماني انفجر في وجه لجنة التخطيط. الاخ محمد شبانه يروج لاي كلام باستمرار، وهذا الكلام لم يحدث من الاساس. من امتى النادي الاهلي لجنه التخطيط بتتكلم عن لاعب تعاقد معاه بعد اقل من شهرين من التعاقد معاه؟ كمل موسم، الكلام ده محكم ممكن يحصل في انديه ثانيه لكن ما يحصلش في النادي الاهلي. بيان ناري من حسين لبيب للرد على مرتضى منصور اللي طلع في اخر فيديو
اتكلم فيه عن اللجنه وسديت الضرائب وهم ما عملوش حاجه وضيعوا فلوس على ده وعملوا عقود. قال لك تمكنت اللجنه، ده الرد بتاع حسين نبيل، تمكنت اللجنه بفضل الله ودعم المخلصين من ابناء النادي ومحبيه ان تحقق الكثير من الانجازات على كافه الاصعده حتى اتمت مهمتها، ومن ثم قامت بتسليم اداره النادي للجهه المختصه، الا ان القائمين على الاداره بعد ذلك ازعجهم فيما يبدو ما حققته اللجنه من نجاحات، فخرجوا ليتحدثوا بالكثير من الاكاذيب والمغالطات. التزمت اللجنه بضبط النفس، انا مش عارف الجمله ديت بتغيظني والله، التزمت اللجنه بضبط النفس، يعني هتمسكوا اربع جهات وهتموتوا الناس يعني ايه؟ يعني لو ما التزمتش بضبط النفس هتعمل ايه يعني؟ قال لك التزمت اللجنه بضبط النفس، انا الكلام ده افهمه مثلا من خلال قوات حرس حدود في مناوشات التزمت ضبط النفس، اه ماشي، لكن انت كلجنه التزمت ضبط النفس هتعمل ايه؟ يعني ما انت طالع بتتكلم اهو، ها؟ تطلع في البرامج بتتكلمه، هو بيتكلم، فين ضبط النفس؟ مش عارف والله ايه، واكتفت باصدار بس هو حسين لبيب بيانات، حسين لبيب يعني انا سفهاء وهمها زي ما كان بيقول قبل كده، وانت تستاهل يا حسين والله، ومرتضى منصور دلوقتي يطلع عليك حسين البيانات مش احنا مالناش علاقه بقى. واكتفت باصدار بيان تطالب فيه وزاره الشباب باعلان الحقائق حفاظا على هيئه وكرامه كل الاطراف، وقال والى الجميع نقول لقد التزمنا وبحق قيم الاحترام وعفه اللسان والعمل المخلص الجاد بما يتفق ما يجب ان يكون عليه الامر في هذا الوقت الذي يتقدم لتدشين الجمهوريه الجديده بقياده فخامه الرئيس عبد مين كان بيقول عايز الرئيس يتدخل لحل الازمه بين مرتضى وممدوح عباس. دلوقتي الرئيس بقى ميدو ضيف عليه ويفتح القوس حسين لبيب وهاني شكري ومش عارف عمرو وافتح القوس يا ميدو. يعني الكابتن عماد النحاس بيتقدم باستقالته من تدريب نادي المقاولين العرب، ورئيس نادي المقاولين المهندس محسن صلاح قال تم قبول الاستقاله، وفي اسماء طبعا حاليا مطروحه لتدريب نادي المقاولين منها الكابتن مختار مختار والكابتن طلعت يوسف خلفا للكابتن عماد النحاس. محمد بركات طبعا على غرار ميدو بيقول لك اختيار بيتسو موتسيماني لسحب قرعه دوري ابطال افريقيا لفته غير طيبه من الكاف. كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم قال لك بالنسبه لدور المجموعات مفيش مجموعه سهله ومجموعه صعبه يعني. اتكلم ايضا احنا عارفين سان داونز بشكل جيد وانجازاته طول بيتسو موتسيماني لفريقنا هي السبب في سحبه قرعه دوري ابطال لانه واخد بطوله مرتين ومفيش حد بيتجامل كم البطولات اللي حققها، ده حقه انه موجود ويستاهل انه يكون موجود. وبخصوص بدر بنون والعروض قال لك مفيش عرض بشكل رسمي لبدر بنون حتى الان، ولكن ولا كان هناك شيء لو كان في اي حاجه تخص عروض اللعيبه بكل تاكيد هنناقشه، عندنا وقت معين بنناقش فيه العروض يعني ونرد على الناس اللي في عروض رسميه، لكن بشكل رسمي لا. زي ما طلع وكيله وغيره العين الامارات قال لك احنا فوضنا وكيله للتفاوض مع النادي الاهلي بشكل يعني العين ما بعتش حاجه حتى الان. انباء عن محاولات من نادي روما الايطالي لضم اللاعب المصري النني من نادي الارسنال وهو عقده هينتهي بعد نهايه هذا الموسم، والارسنال بسبب كلامه عن القضيه الفلسطينيه في احد البوستات او الاستوريهات على انستجرام قرروا عدم تجديد التعاقد مع محمد النني. لكن تقرير ايطالي بيتكلم عن ان مورينيو بيجري اتصال من اجل التعاقد مع محمد النني لاعب اللاعب المنتخب المصري ولاعب نادي ارسنال الانجليزي بسبب الاخ شيكابالا. شيكابالا فلوسك فين يا صابر؟ كلت حلاوه يا زكي؟ هو مين شيكابالا عامل زي ما يكون هو زكي اللي كان الحلاوه؟ مش بس كده، فاكرين فيلم عادل امام اللي هو كراكون في الشارع لما دفع الفلوس عشان ياخد شقه واتنصب عليه وراح للراجل اداله كيس بلح؟ هو شيكابالا كده طالع بيستغيث استغاثه. قال لك طول مشواري مع نادي الزمالك لما اعتبر نفسي يوما لاعبا محترفا بل اعتبرت وما زلت اعتبر نفسي ابنا من ابناء النادي الاوفياء وواحد من جماهيره المخلصه، خلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات حبا في كيان يعيش بداخلنا. منذ فتره قريبه كنت قد وقعت على بياض مع المسؤولين في اداره نادي الزمالك ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل. خدت فلوس ورجعت لهم عشان ايه بقى؟ من اجل مساعده النادي في الخروج من ازمته الماليه وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبد العزيز. اليوم تفاجأت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيا في موقف صادم
بالنسبة لي لست نادما على حبي وتضحيتي، ولكنني نادم على ثقتي في من خان الأمانة. أنت عايز إيه؟ زي بقول لحضراتكم، زي ما عادل إمام دفع فلوس وخد كيس بلح، شيكابالا بيلعب نادي الزمالك باسمه موجود على يافطة حديقة الأطفال، حديقة أطفال الكابتن محمود عبد الرازق بين قوسين شيكابالا. وبعدين مش أول مرة، شيكابالا مش أول واحد، قبل كده جنش قال نفس الكلام ده. لا اتحاد الكرة حقق ولا حد في الزمالك حقق جه الدور على شيكابالا. فلوسك يا صابر، الراجل ده بيلعب ببلاش. راح لعب في سبورتنج لشبونه، قال له عقدك هيبقى 1000 جنيه في الشهر، تعال عشان نرجعك. راحوا ورجعوه. النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بيهدي البلوشي خالد الخليل البلوشي درع وعلم وتيشيرت النادي الاهلي تكريما لخليل البلوشي. كان ضيف اسلام الشاطر بالامس. مواعيد مباريات النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، الاهلي هيلعب اول مباراه ليه امام المريخ السوداني في الجوله الاولى يوم 11 او 12 فبراير 2022، والمباراه هتتاجل. المباراه الاولى الجوله الاولى بالنسبه للنادي الاهلي فقط هتتاجل لمشاركته في كاس العالم للانديه. الاهلي امام الهلال السوداني، الجوله الاولى هتكون في القاهره امام المريخ، الجوله الثانيه مع الهلال السوداني خارج مصر، حتى الان زي ما حضراتكم لم يتم تحديد البلد. الاهلي امام صن داونز في القاهره يوم 25 او 26. الاهلي طبعا تقول تاني، المريخ مع الاهلي مع المريخ في القاهره احد ايام 11 او 12 وهتتاجل. الهلال الاهلي امام الهلال في خارج القاهره احد ايام 18 19 فبراير. الاهلي مع صن داونز في الجوله الثالثه 25 او 26 فبراير في القاهره. الاهلي هيلاعب صن داونز خارج القاهره في بريتوريا احد ايام 11 او 12 مارس 2022. اهلي مع المريخ السوداني في الجوله الخامسه 18 او 19 مارس 2022 خارج القاهره. الاهلي امام الهلال في القاهره احد ايام 1 او 2 ابريل. ده مباريات النادي الاهلي في دور المجموعات. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.